أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي. وأكد السيد الرئيس دعم مصر لموريتانيا وثقة سيادته الكاملة في حسن وفائها بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات. ومن جانبه ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من السيد الرئيس مشددا على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.